يسعد مساكم مشاهدي برنامج سيدتي. يتجدد اللقاء من استديوهات جدة والرياض كل يوم في مواضيع جديدة وأيضا ضيوف جدد. نلقاكم دائما بكل الحب في تمام الساعة الخامسة ونبدأ معاكم بالعناوين. في سيدتي اليوم، عادل بهامين يكشف لسيدتي عن الهيمينولوجي وتفسير كتابه الختانة. بعد أن روجته شركة تشيكية، سواك العرب فرشاة الأسنان الجديدة في أوروبا. كثرة المحاضرات التوعوية بحقوق المرأة ساهم في تشتت الأسر وتفككها، والمختصين في سيدتي للتوضيح. السعودية منار العميري لسيدتي، بعد سنتين من العمل نجحنا، منصة ضاد تحول الكتب الورقية إلى تجربة صوتية. عشق العود منذ الصغار ألهم شابا سعودي ليطلق مشروعه. بعد أن أصبحنا أقل استخداما لها، ما هو تأثير الكلمات الإيجابية على نفسية الإنسان؟ في العناوين مشاهدينا وعرفنا وش هي موضوعاتنا، راح ناخذكم الحين الى سويسرا، الى حيث اقيم اولمبياد الرياضيات الاوروبي للبنات، وقدر الفريق السعودي من تحقيق المركز العاشر عالميا على 44 دولة مشاركة، وحصل طبعا الفريق السعودي على 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية. اسمحوا لي الان ارحب بضيفتي عبر الهاتف شادن الشمري الحاصلة على الميدالية الذهبية. يسعد مساك يا شادن. ويسعد مساكم، نورتينا اليوم في سيدتي، ومن سيدتي اكيد نقول لك الف مبروك. الله يبارك فيكم يا رب، شكرا لاستضافتكم. شادن، كلمينا كيف تلقيتي الخبر لما حصلتي على الذهبيه، وش كان شعورك؟ ايوه الحمد لله، يعني اكيد شعوري انه بعد كل هذا الاجتهاد وبعد كل هذا الوقت والتدريب اللي اخذ مننا وقت طويل ونجهز المسابقه من وقت طويل، فكان صراحة يعني ممكن أجمل الشعور اللي هو شعور النجاح يحس فيه الشخص. قديش تعبتي في هالمسابقة هذه اللي أنت حضرتي، يعني كم أخذ معك وقت طويل لين وصلتي إلى هذه النتيجة؟ يعني تقريبا طول فترة دراستي المتوسطة والثانوية أو الصف الثاني المتوسط تحديدا، بدأنا هو موهبة مسموح وزارة التعليم يقوم تدريب الطلبة اللي يكونون متميزين في مادة الرياضيات، فبدأ التدريب معي من وأنا بثاني متوسط، حلو، وصولا الى اليوم اللي انا فيه، يعني حتى الان حتى بعد المسابقه اتدرب الحمد لله. اكيد صارت نعم، اكيد صارت المسؤوليه كثير عليك الحين كبيره بعد ما حصلتي على الذهبيه، واكيد في صعوبات كثير واجهتك انت وزميلاتك المشاركات. كلمينا عن الاشياء اللي شفتوها، الاشياء اللي واجهتوها لين وصلتوا لهالمرحله. طبعا الحمد لله، هو تقريبا الدوله يعني ومؤسسه موهبه وزاره التعليم تحاول تيسر لنا يعني بشكل يعني جدا عظيم، تحاول تيسر لنا انه نفس ما قلت وفروا لنا تدريب. لكن من احد الصعوبات مثلا اللي واجهتنا انه كانوا مدربين اجانب في البدايه. نعم. واحنا ما كان مثلا عندنا لغه مو متقنينها، كانت المراجع اجنبيه، كتب اجنبيه. فكان كيف كنتوا تتصرفون في هذه الحاله؟ كيف كانت يعني عشان تترجمون هذه الكتب، عشان تقدرون تترجمون الكلام اللي يقولونه المدربين الاجانب، من كان يساعدكم؟ صراحة هو لأنه الرياضيات أحيانا ما تحتاج ترجمة، يعني حرفيا الرموز نقدر نتعامل معاها، لكن في بعض التفاصيل يعني نحتاج أنه نعرف ترجمة الكلمة، أشوف الأستاذ إيش المقصود هنا. لكن الحمد لله مع الوقت خلاص عرفنا المصطلحات الأساسية، تعلمنا، صرنا نفهم الحمد لله يعني إيش يقصد، إيش المقصود هنا، لأن الرياضيات يعني تقريبا لغة مشتركة بين الشعوب. صحيح. حبك لمجالك أكيد هو اللي أعطاك كمان الدافع والإلهام. لأي درجة شادن تحب الرياضيات؟ قديش الصعوبات اللي تحملتيها في هالمجال هذا؟ قديش قدرتي تتغلبين على صعوبات كثير وسخرتيها بأنها تصير دافع كبير لك؟ الحمد لله، هو الحب يعني للمادة هذه هو اللي خلانا نستمر، اللي خلانا نستحمل كل هذا الضغط، كل هذا الوقت من التدريب والدراسة، إنه إحنا قاعدين نتعامل مع شيء إحنا نحبه، نتعامل مع شغف لنا. نعم. فما راح يكون أبدا متعب، يعني راح يكون بالعكس شيء مسلي، كأنه شخص قاعد يمارس هوايته نفس اللي مارس الرسم يعني او اي شيء ثاني. نعم، اكيد لما الواحد يحب هذا الشيء يجد فيه متعه. كيف كانت ردود افعال اللي حولك؟ الحمد لله ردود افعال الجميع كانت مشجعه، يعني سواء من جهه التعليم، سواء من وزاره التعليم،
سواء من الأهل والزملاء والأصدقاء، حتى الحمد لله يعني وصلتني تبريكات كثيرة من ناس ما أعرفهم في التويتر، يعني الحمد لله المجتمع كله كان مساند لهذا الشيء كمشجع. الحمد لله، أكيد إحنا نتمنى لك كل التوفيق يا شادن. في مشاركات قادمة إن شاء الله؟ إن شاء الله في مسابقة البلقان الدولي راح تقام من 2 إلى 7 ماي إن شاء الله، وبعدها في الأولمبياد العالمي للرياضيات راح يقام في جولاي إن شاء الله. ما شاء الله، يعني سنة هذه حافلة بالمشاركات، نتمنى أيضا أنك تكونين من الأوائل تحصلين على كل الذهبيات في هالمسابقات هذه. يعطيك ألف عافية وألف مبروك للمرة الثانية. شكرا لك. شكرا يا شادن. أما الآن مشاهدينا رح نأخذكم إلى جدة إلى حيث الزميلات أسرار وإيمان، وأمسي عليهم وأقول لهم يسعد مساكي يا أسرار. ومساك يا مروة، ومسا كل اللي قاعدين يتابعونا من خلال شاشة روتانا خليجية. خلوني في البداية قبل ما أقول لكم على موضوعاتنا اليوم، خليني أمسي على إيمان وأقول لها يا مساء الخير يا إيمان. يا مساء الخير أكيد يا أسرار، ومساء الخير لكل اللي بتابعونا ومن جدة ومن الرياض. اليوم أكيد رح ناخذكم في جولة أخبار سيدتي حول العالم، خلونا نشوف التقرير ونرجع لكم من بعدها. في إيطاليا توفيت إيما مورانو حاملة لقب عميدة البشرية التي كانت أكبر معمرة في العالم وآخر مواليد القرن التاسع عشر عن عمر ناهز 117 عاما. مورانو تعيش في شمال إيطاليا، امتدت حياتها طويلا لتشهد 3 قرون وحربين عالميتين وأكثر من 90 حكومة إيطالية. ومن باكستان والعاصمة كراتشي بالأخص بدأ عمل التاكسي الوردي المخصص لخدمة النساء فقط، فهي تهدف إلى حمايتهن من مضايقات السائقين والتحرش الجنسي. يتناوب على تلك السيارات 36 سائقة مدربة سواء على القيادة المحترفة أو الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى توفير مركز اتصال لاستقبال الطلبات عبر الهاتف والرسائل وتطبيقات الهواتف الذكية التي تم تطويرها خصيصا للمشروع. وفي الأجواء التركية، وصلت طائرة تركية إلى وجهتها براكب زائد عن العدد الذي أقلعت به بعد أن ساعد طاقمها امرأة على متنها على ولادة طفل في منتصف الرحلة. ودون إظهار أي علامات هلع، تدخل طاقم الطائرة وتعاملوا مع الأمر ببراعة ليساعدوا الطفل خديجة على الوصول للعالم على ارتفاع 42 ألف قدم. طبعا جسدت الفنانة التشكيلية علياء البازعي في معرض قالت الأسرار والأحاسيس الدفينة بلوحاتها الفنية لتروي لنا من خلال نظرات العيون ما هو مكنون في داخل النفس. وطبعا رح نعرف هذه التفاصيل كلها ورح نشوفها مع التقرير اللي حضروا لنا الزميل نايف الركف. خلونا نتابع. يقول محمود درويش القهوة لا تشرب على عجل، القهوة أخت الوقت تحتسى على مهل، القهوة صوت المذاق صوت الرائحة، القهوة تأمل وتغلغل في النفس والذكريات. والفنانة التشكيلية علياء البازعي جعلت منها حكاية تروى فوق صفحات قديمة، حولت أوراق روايات من رفوف مكتبة والدها إلى لوحات باستخدام القهوة، وقدمتها في معرضها التشكيلي بعنوان قالت وخلقت من كل ذكرى مساحة إبداع بأنامل سعودية. المعرض هذا قائم على بين الأوراق، بين الأوراق كانت حكايات خلينا نقول شخصية يمكن لي والناس حواليني. قالت الحكايات اللي بين أوراق كانت مدفونة، في قالت ظهرت هذه الحكايات، ظهرت هي طلعت من القوقعة اللي هي كانت عايشتها تبي تعرف من كامرأة.
فجسدتها في كمان 21 لوحة نفس حكاياتي الأولى. بآخر لوحة راح يبان إن كيف إحنا على قوتنا وعلى صرامتنا وعلى شموخنا أحياناً، ما زلنا أطفال بريئين، ما زلنا نحب نلعب، ويعني في أشياء داخلية جواتنا ما حد يعرفها، في أشياء مدفونة فقاعدة تطلع صوتها هي للناس. ربطني العلاقة مع القهوة طبعاً من أيام الجامعة، هذه علاقتي بالقهوة كقهوة صباحية فقط لا غير. بعدها صارت تربطني مع القهوة علاقة ثانية، علاقة يعني أقوى ودفينة مع القهوة والأوراق من عام 2012. أتوقع أن القهوة طلعت كل الأحاسيس اللي جواتي، طلعت كل المشاعر العواطف كلها اللي جواتي، قدرت أعبر فيها من حبي للقهوة، قدرت أعبر فيها عن الأوراق القديمة من خلال لوحي بانت. أنواع القهوة اللي أنا أحبها قهوة سودة سادة تماماً بدون أي إضافات، مرة كثير، بس أنا مو من الناس اللي يخلص من فنجانه ويرجع يرسم فيه، لكن أحياناً بالغلط الفرشة تروح في فنجان القهوة حقي، فأحياناً أتوهق فيه يعني. بس قهوتي أنا اللي أشربها تماماً تختلف عن القهوة اللي أنا أرسم فيها. أول ورق رسمت عليه كان ورق قاموس عادي، من كتاب قاموس عادي، ورق أبيض جديد ما في أي نوع من ما هو قديم يعني. جربت عليه، عجبني التكستشر اللي صار على الورقة. بعدين بديت أجرب على نوفلز أو روايات قديمة عندي، بديت أتعرف على أنواع الورق اللي بيمسك القهوة عليها. في بعض الورق يتحول اللون إلى سواد، القهوة تتحول إلى سواد، وفي بعضها لا، تحولت إلى مثلاً أنها اختفت تماماً من الورقة. لحد ما طبعاً عدة تجارب، عدة روايات شلنا أوراق وعملنا منها، لحد ما عرفت نوع الورق المناسب للقهوة. الورق القديم ما هو معالج، فاللي عجبني فيه أنه قاعد أستخدم شيء من الطبيعة ما هو معالج، مو مثل أوراقنا اللي إحنا نستخدمها في الرسم تجينا بطبقة معالجة. فإنك إني مزجت الورق اللي مو معالج مع ألوان من الطبيعة، هذه بحد ذاتها كانت تجربة بالنسبة لي في الوقت. الطابع الأفريقي كل سألني عنه من أول معرض لي وهو يغلب اللوحي كلها. طبعاً ما له علاقة لون القهوة أبداً في الطابع الأفريقي، لكن الأحاسيس الأفارقة مشاعرهم صادقة. إن كانوا يعني فرحانين فالفرح باين بوجيههم، إن كانوا زعلانين فيبان، حتى لو كانوا صامتين التعابير حقتهم تنطق مع نفسها. الطابع الأفريقي فيهم جمال يعني رباني، سبحان الله ينشد الواحد له، فمن الناس اللي شدوني كثير هم أكثر شيء. لكن المعرض الحين قالت دخلت طابع ثاني مختلف، وأنا أرسمهم عاجبني اللون الجديد، لكن ما زال قلبي يرجع للطابع الأفريقي أكثر. بعد الفاصل، السعودية منار العميري لسيدتي بعد سنتين من العمل نجحنا، منصة ضاد تحول الكتب الورقية إلى تجربة صوتية. و
ورجعنا لكم متابعين بعد الفاصل في هذه الفقرة طبعا، ونقلة جديدة في عالم القراءة. تحاول السعودية منار العميري تحقيقها من خلال منصتها الإلكترونية ضاد. طبعا هذه المنصة اللي بتهدف من خلالها ان هي تحول الكتب من كتب ورقية الى كتب صوتية، وراح نتكلم اكثر ونعرف تفاصيل اكثر منها في هذه الفقرة. فعلا يا أسرار، وحنتكلم أنه هذا المشروع كان مشروع جاء بعد عامين من البحث والعمل. طبعا هذا الموضوع مريح للناس أو لأشخاص كثير اللي نفسهم يقرأوا كتب، بس ما هم من الأشخاص اللي يكون عندهم دافع أنه هم يمسكوا كتاب ورقي، أو عندهم الرغبة أنه هم يقرأوا من الأجهزة الإلكترونية. طبعا هذا الموضوع أو هذا الحلم تحول إلى واقع. حنتكلم أكثر عن هذا الواقع مع الأستاذة منار العميري اللي نورتنا اليوم في استوديو. سيدتي أهلا فيك أستاذة منار. الله يعطيكم العافية. بداية ألف مبروك عليك صراحة. المنصة اللي اليوم نتكلم عنها اللي هي منصة ضاد، فنبى نعرف بداية الحلم وكيف يتحمس الإنسان إن شاء الله الفكرة جديدة، أنه كيف يقدر يعبر عن حلم كان بالنسبة له وأصبح واقع. حكينا أكثر عن ضاد. زي ما سبق وقلتي أنه هو كان حلم والآن أصبح واقع، والواقع مختلف تماما عن الحلم لأنه صار حقيقة، فحنمر بكثير مشاكل بعقبات وإلى آخره. طبعا ضاد بدأ من 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 نقص في أنا، وهو أنه أنا كنت أسمع كثير إنجليزي، أتفرج كثير إنجليزي، ففقدت بعض المصطلحات العربية. فلاحظت أنه هذا الشيء يعني صاير في كل اللي في جيلي، فقلت أوكي أكيد حيجي أحد ويسوي كتب صوتية أو يهتم بمجال القراءة بشكل صوتي. ففضلت أستنى مرة كثير إلى ما وصلت لمرحلة قلت إلى متى رح أستنى، لازم أحد يسوي. طب أوكي إذا ما في أحد، لأنه ما عندك رغبة تقرأ كتاب. أنا ما عندي أي رغبة أنه أمسك كتاب وأقرأ، ناهيكي عن حياتي أنا دائما مشغولة، فما في وقت أساسا يعني أقرأ فيه كتاب إلا في البيت، ولو رجعت البيت أكون مرة منهكة وتعبانة. فبستغل وقتي في السيارة في الدوام وأنا على الكمبيوتر وإلى آخره من الوقت اللي هو يعتبر بدل الضائع والضائع هذا، بإني أنا يعني أسمع كتاب واستثمر فيه وقتي. فبدرت وقلت أوكي لو ما في أحد حيسوي أنا رح أبدأ وأسوي، ويكون ضاد هو المنصة اللي توفر كتب عربية صوتية للعالم العربي بشكل أجمع، من غير أنه حدود جغرافية. حلو. لكن خليني أسألك منار، هل سهل أنه أنا أحول كتاب من ورقي إلى صوتي؟ يعني خلينا نفهم منك التكنيك أو الآلية كيف بتكون. أوكي. الكلام جدا سهل ولكن الفعل جدا أصعب. إحنا يبدأ عندنا البروسس من بداية اختيار الناشر إلى الكتاب، إلى مين حيقرأ هذا الكتاب ومتى حنحطه في أي وقت وإلى آخره من الأشياء اللي نختارها. فعملية اختيار الكتاب والناشر بالنسبة لنا مرة مهمة. بعد كذا نبدأ في اختيار زي ما قلت لك الصوت، أنه إحنا اللي فرقنا عن أي أحد ممكن يطلع في السوق أو طلع قبل كده، أنه إحنا نعطي شخصية للكتاب أو كاركتر للكتاب. حلو. بالشخص اللي بيقرأ هذا الكتاب. يعني لو كان أكثر من شخصية ممكن يكون في أكثر من صوت في الكتاب؟ إحنا نادراً ما نسوي هذا الشيء، ولكن في كتب تستدعي إنه إحنا نسوي هذا الطريقة. حلو. بس اليوم حنتكلم أكثر كمان عن اختياركم للكتب. فلما قلتي إنه في بيتم اختيار الكتب واختيار دار النشر واختيار المؤلف، هذه أكيد يعني بروسس طويلة نوعاً ما، بس مين اللي بيختار أو بيتم اختياره للكتب؟ هل هو أنتو يعني اللي بتعملوا على هذا التطبيق، ولا هو في أشخاص معينين، ولا هو في تصويت لقراء معينين هم اللي بيخلوكم تختاروا الكتب عشان يتم ترجمتها إلى صوتية؟ أوكي. إحنا في ضاد نحاول قدر الإمكان أنه نبتعد عن التفضيلات الشخصية فيما بيننا إحنا. فدائما عملية اختيار دار النشر أول كتاب تتم على حسب أبحاث إحنا بنعملها عن طريق السوشيال ميديا أو معارض الكتاب وإلى آخره، بناء على إيش أنواع الكتب وإيش المحتوى المناسب اللي احنا نحطه في ضاد في الوقت. صحيح. الحالي. بالإضافة إلى ذلك دائما في تويتر احنا بننزل عملية زي التصويت، انه ايش انواع الكتب اللي حابين تشوفوها الشهر الجاي او الشهور القادمة، او اوكي احنا عندنا 3 كتب الان جاهزة، ايش تبغوا اول ننزل لكم هو. ولانه في النهاية ضاد هو بيقدم خدمة للعالم العربي بشكل أجمع اللي هم الكاستمرز، فالكاستمرز لازم يكون لهم كلمة في هذا الموضوع. بس لبداية أي مشروع منار لابد أن يكون في دراسة معينة لضمان نجاح هذا المشروع. أنتوا هل كانت في دراسة معينة؟ هل كان في تطبيقات معينة حاولت أن أنتوا تستفيدوا منها عشان تضمنوا نجاح هذا التطبيق؟ طيب
ضاد هو من 2013 او نهاية 2013 كان بداية الفكرة. فكنا دائما في عملية بحث مستمر بحيث انه نشوف ايش الوقت المناسب اللي احنا نطلع فيه ضاد، لانه في تجارب قبل ضاد مرة كثير وفشلت للاسف، وغير كذا في مبادرات حصلت من جهة انه توفير المحتوى العربي على الانترنت، ولكن للاسف وقفت في منطقة معينة. فاحنا بنشوف متى الوقت المناسب، كيف نطلع ضاد، ايش الصورة الامثل اللي احنا نطلع فيها ضاد. فكانت فترة طويلة الى بداية الى نهاية 2016 بحيث انه نشوف ايش التجارب السابقة ومتى ننزله زي ما قلنا ونتعلم منها. بس اكيد هذه الاشياء مؤثرة، بس اليوم احنا يعني احنا حابين نعرف مثلا لما تبداوا تختاروا كتب، ايش لاحظتوا يعني بعد اختياركم الكتب وترجمتها للصوتية، ايش كانت اكثر الاشياء او الفئات اللي هي يعني جاذبة للأشخاص؟ يعني هل هي كانت الكتب الرومانسية، هل هي الروايات، هل هي الكتب تطوير الذات، إيش أكثر شيء كان عليه تفاعل أكثر؟ طيب من ناحية التصنيفات للكتب، في نوعين من التصنيفات هي اللي إحنا لاحظنا عليها إقبال كثير، هي الروايات وكتب تطوير الذات عندنا خصوصا في السعودية. بنحاول الآن قد ما نقدر أن احنا نطلع كمية أكبر من هذه الكتب أيضا بالتعاون مع دور النشر اللي موجودة معنا. حلو. صحيح، حلو، جميل جدا. لكن خليني أقول لك منار، أكيد هذه التجربة أو هذا التطبيق بيفيد الأسرة بالكامل ويهم الأسرة بالكامل، بس خلينا على وجه الخصوص أكيد يفيد الأمهات. يعني التجربة زي كذا ممكن قد إيش تفيد الطفل، قد إيش ممكن تساعد الطفل وتخليه أنه يستفيد من هذا التطبيق؟ طيب احنا عندنا كتب ايضا للاطفال، الكتب هذه بالتعاون مع احد مراكز اللي تهتم بكتابه محتوى للاطفال، فبنوفر هذه الكتب وبنحاول قد ما نقدر انه الكتب هذه تشد الطفل وتعيشه الجو حق القصه، خصوصا لو حيسمع قبل النوم او في السياره والى اخره، في الاوقات اللي ما يقدر يشوف فيها حاجه تتحرك قدامه. الامهات حيستفيدوا من هذا الشيء كثير، لانه زي ما قلت قبل النوم يشغلوا في الابلكيشن في الجوال ويخلوه على السبيكرز ويسمعوا الاطفال قبل النوم. بس الطفل يعني لازم انه يشد اسلوب اللي قاعد يقرا. صحيح. هذا او صوت اللي قاعد يقرا. صحيح. فهذه الاشياء كلها هل اخذتوها في الاعتبار؟ مو بس الطفل، حتى الكبار. حتى الكبار. صحيح. ايوه، احنا اللي يميزنا ويميز كتبنا انه احنا نعطي شخصية للكتاب. الشخصية هذه كأنه الكتاب هو يتكلم لك أو معك، ما هو أحد بيحكيكي حكاية أو تحسي أحد مجبور أو مغصوب يحكيكي بأسلوب أو رتم واحد مستمر. لا، أكيد الصوت حينزل، حيطلع لما يكون في استفهام، تعجب، تحسي هذا الشيء من طريقة استعنتوا يعني بناس مختصين في هذا الموضوع ولا؟ إحنا فريقنا متكون من في أشخاص فعلا مختصين في هذا الشيء أو من تجارب شخصية أو من أبحاث إحنا سويناها قبل كذا. حلو، جهد رائع ومميز فعلا. بس اليوم يعني بدأت هذه المنصة وبدأت خلاص أطلقت هذا التطبيق، كيف تشوفي يعني إيش تقدر تقولي إنه على تقييمك لهذه التجربة لحد الآن؟ الحمد لله إحنا لسه كتطبيق وموقع انطلق في بداية 2017، ولسه الشهر هذا إحنا قفلنا أول ربع من السنة، فالحمد لله إنه أقدر أقول إن هي تجربة ناجحة. وكان إحنا عندنا مجموعة أهداف قلنا لو ما حققناها حنوقف ضاد، لأنه حيبان أنه ما هو الوقت المناسب أو ما هو المنتج المناسب للعالم العربي. فالحمد لله أنه كل الأهداف تحققت، وبإذن الله ضاد حيكمل مسيرته، وإن شاء الله يكون إلى ما لا نهاية إن شاء الله بإذن الله. لكن خليني أسألك على الخطوة القادمة، أكيد في مخططاتكم وأهدافكم، خطوة قادمة بعد إطلاق التطبيق، خلينا نعرف منك ايش مخططين للمستقبل، ايش ناويين تسوي في الفتره الجايه؟ طيب احنا من اهم اهدافنا في الفتره الجايه انه نكبر مكتبتنا الصوتيه. يعني اذا كان عندنا 100 كتاب نبغى نكبرها الى 1000 كتاب، ما حقول لك لا 100% ولا الى بس 200%، لا نبغاها الى 1000 كتاب، الى 2000 كتاب. نبغى نوعي الناس اكثر على اهميه الكتاب، لانه الى الان في اشخاص بيقول لك لا بس الكتاب الصوتي ما هو زي الورقي. صحيح. بس في النهايه هو يفضل كتاب. صحيح. وتفضل المعلومة معلومة. بس بالنسبة لدور النشر والكتاب، هل تفاعلوا معاكم يعني عجبتهم فكرة التطبيق ولا تحسي ما في تفاعل؟ لا بالعكس، احنا من اكثر الناس اللي عجبتهم الفكرة هم المؤلفين نفسهم. بعد كده عندنا المستخدمين للتطبيق وللموقع حقنا واللي بيستفيدوا من هذا الكتب. حلو، جميل. صحيح، بس اليوم كمان المؤلفين لما تبدأوا تتكلموا معاهم يعني كيف بيكون استقبالهم للموضوع؟ يعني هل هذا الشيء يمكن يعني حيساعد في الموضوع انه كمان ينتشر كتبهم؟ هل في الكتب يندفع عليها ولا تكون مجانيه؟ هذه التفاصيل اللي نحتاج نعرفها. صحيح، طبعا الكتب اللي موجوده في ضاد هي كتب تباع
بمبالغ معينة يتم تحديدها وفقا لاستراتيجيات معينة احنا بنمشي عليها. المؤلف اذا هو حابب كتابه يكون مجانا احنا ما حنقول لا. بس انتم تطبيقكم مجاني؟ التطبيق مجاني لكن مالو. الكتب في بعضها مجاني وفي بعضها لا برسوم معينة احنا بنحطها. زي ما قلتي المؤلفين هم من اكثر الناس اللي عجبهم فكرة التطبيق لاكثر من شيء. اول حاجة واهمها انتشار الكتاب، يعني تخيلي انت كتابك يكون في امريكا، في بولند، في روسيا، احنا عندنا ترانزاكشنز او عمليات دفع تجي من هذه الدول اللي عمرنا ما توقعنا انها ممكن يجي منها، من غير ما انت لا تدفعي شحن كتاب ولا تروحي تودي كتاب، الكتاب بينتشر وانت جالسه في بيتك. صحيح، لكن منار انت ذكرتي ان انت من الاشخاص اللي ما كنت تحب القراءه او ما كنت تلاقي وقت للقراءه لانك يعني مشغوله في يومك. خلينا من خلال هذا التطبيق ابى اعرف قد ايش استفدتي، وكلمه محفزه للاشخاص اللي مثلا قد يكون ما عندهم وقت فراغ عشان يقراوا فيه، كلمه تحفيز منك لهم انه انت قد ايش استفدتي. طيب بالنسبه للتطبيق احنا كنا حريصين اكثر يعني من اي احد ممكن يكون حريص انه احنا يكون في فانكشنز او اشياء معينه الشخص يقدر يستخدمها غير بس انه يسمع كتاب. يعني شخص يقدر يعرف كم ساعه صرف من الكتب، كم دقيقة، حلو. كم يوم، كم شهر. الشخص يقدر، في عندنا حاجة اسمها مؤقت النوم، انه لو تبي تسمعي قبل لا تنامي تقدر تعايري الابلكيشن تقولي بعد 10 دقائق وقف عشان لا يخلص الكتاب وانت نايمة. جميل. وترجعي رائع. بكرة تكملي نفس المحل. صراحة احنا من اوائل الناس اللي يعني نحمل الكتاب ان شاء الله في الفاصل. بس اكيد يعني حتى مو من اليوم الليل ان شاء الله من بعد الفاصل. استاذة منار العميري فخورين فيكي، وفعلا تطبيق يستحق انه الواحد يعني يكون يعني يقدر لكم هو ليه، لانه اشخاص كثير ما يحبوا القراءه وحقيقي سهلتونا امور اكثر من كثيره فعلا. شكرا لك وفخورين فيك. مشاهدينا طبعا بعد هذه الفقره الثقافيه رح ننتقل للرياض لزميلتي مروه، خلينا نشوف ايش عندها ليكي مروه. اهلا، شكرا لك يا ايمان وشكرا لضيفتك ايضا منار العميري. اما الان راح اخذكم الى ضيفي عادل بهميم اللي الف كتاب الختانه خلال شهر واحد صار في طبعته الثالثه، يعني ثلاث طبعات وللحين ان شاء الله الامور مستمره معه. عادل بهميم محلل لغه الجسد وكاتب ايضا، اسمحوا لي اني ارحب فيه. يسعد مساك يا استاذ عادل. يا هلا والله، اهلا. انت الحين عندك الهيمو هيمومونولوجي. يس. اوكي، هذا الشيء اللي احنا جايين نسالك عنه لانه بصراحه يعني كثير ناس قاعده تتواصل معك بخصوص تحليل لغه الجسد. بدايه خلينا نسالك عن لغه الجسد، انت كيف تحللها؟ وش ادواتك؟ هو لغه الجسد بارت من هيمومونولوجي. هيمومونولوجي يجمع العلوم القديمه والعلوم المعاصره في تقنيه واحده سميتها هيمومونولوجي. هيمومونولوجي يحلل الوجه اكثر شيء ويعطيك توجيه، مو تحليل، توجيه للصفات حقتك. يعني انت لك صفه معينه الناس تشوفها سلبيه، والله لا انا ما اخليك زي الناس انسان عادي، لا انا اوجهك بهذه الصفه بحيث انه انت توجهها بالطريقه الصحيحه وتصير اقوى من الصفات الايجابيه اللي موجوده عندك. انت تعتمد على لغه الجسد وايضا تعتمد على الشكل الخارجي للانسان كثير عشان تحلل شخصيته، هل هذه دراستك انت ام انها دورات تدريبيه خضعت لها؟ المهاره هذه من وين اكتسبتها؟ زي اي علم موجود او زي اي لغه تدرس، اذا ما مارستها مستحيل تتعلمها. في ناس كثير يدرسون 5-6 سنوات ولا يعني يقدر يجاري شخص نيتف او شخص انولد في هذا البلد ومارس هذه اللغه. فدراستي كانت اغلبها او خبرتي كانت اغلبها في التسويق، في التفاوض، في البزنس بشكل عام. فعشان انت تكون محترف في التسويق لازم تعرف شخصيه الشخص اللي قدامك قد ما تقدر. فتعلمت وقريت وحضرت دورات خارجيه في كينيا، في الاردن، في ماليزيا، في دول كثيره. مكنتني اني انا اعرف الشخص اللي قدامي من جميع الجهات. وتعمقت في هذا الموضوع قبل 3 سنوات تقريبا، وبدأت فيه كبزنس قبل سنتين. متعب عليك انك انت تعرف شخصية كل واحد تتعامل معه؟ انا افصل، انا ما احلل الناس اللي قدامي الا اذا ابغى اتعامل معه. ابغى اتعامل معه انا احلله تحليل ديب مرة، ولكن التحليل العام الحمد لله ما احتاج اطالع نظرة ثانية للشخص. يعني خلاص يعني يكون معروف من نظرة واحدة الحمد لله، بس ما ادخل ديب في الشخصيه حقته الا لما انا ابغى اتعامل معاه، ابغى اقفل معاه مثلا ديل، ابغى اسوي معاه شيء. لاحظنا في اقبال كبير على
تحاليلك على انستغرامك من خلال استضافتك لضيوف كثر، كان عندك انت برنامج على ما اعتقد، على كنت تحلل فيه شخصيات على سناب شات. يس. كلمنا عن هالبرنامج وليش اخترت، يعني انا شفت اكثر شيء يعني عندك البنات تحلل شخصياتهم اكثر من الرجال، طلب اكثر من البنات؟ والله هم مور انترستينج صراحه، يعني يصير عليها اقبال اكثر، جمهور اكثر، ولكن قليل من البنات اللي انا صراحه حللتهم، مو كثير ترى، يمكن 3-4، البقيه كلهم كانوا رجال، ولكن ممكن الانستغرام اللي حطيتهم كانت اضواء الدخيل وساره وريج العبد الله. مشروعك الجديد انت بتحلل 100 شخصيه عربيه، ممكن ايضا تدخل فيها شخصيات اجنبيه، ليش لا؟ أي على شخص، أي أساس تختار الشخصيات اللي تبي تحللهم المئة شخصية هذه؟ اختياراتك تقع عليهم يعني على أي أساس؟ لماذا؟ أي شخص عمله يتوافق مع سمات وجهه. كيف راح تختارهم؟ كيف يعني اختارهم؟ يعني مثلا وجيه مميزة، وجيه غريبة، وجيه ما هي زي الناس، أي وجه مختلف، ولاحظت أنه الاختلاف اللي موجود في وجهه يتطابق مع العمل اللي يقوم فيه. في شيء انا ما حطيته في انستغرام وما ذكرته بالتفصيل، انا رحت لمصر القاهره وحللت فرعون، الموميا حقت فرعون، ما صرحت صراحه لين الان بالتحليل. ليش خايف تتصرح عن تحليل شخصيه فرعون؟ والله خايف تلقى ردود افعال ممكن تكون ضدك؟ يس، ممكن كثير طبعا، لانه داخله فيها الموضوع مره شائك بشكل مو طبيعي، ولكن ممكن اذكره في الكتاب الجاي باذن الله. يعني هو فرعون شخصية يعني طاغية، جبروت، يعني مرة الناس تقول انه فلان في جبروت فرعون، فممكن انت تقول لنا شيء عكس اللي احنا نعرفه؟ لا هو صحيح، بس في دخلة، في شخص ثالث في الموضوع، لانه انت لما تدخل غرفة المميز اللي موجودة في مصر ما في بس فرعون، في يمكن 11 ملك كان موجود هناك، فأنا لفيت عليهم كلهم، حللتهم كلهم، فكان في أبوه وكان في ولده والعائلة الكريمة كلهم كانت موجودة يعني. أيوة، أحد الملوك اللي حللت شخصيته تبي تنزلها في كتابك؟ كلمنا عنها عشان نعرف بعض التفاصيل اللي ممكن العالم ما أعرف يوصل لها. اللي فرعون نفسه؟ ما أقدر في الكتاب بإذن الله. لا، اللي مع فرعون. طيب أنا أقول لك مثلا ولده، اتوقع وما خاب ظني اسمه مريم متاح، تمام، كان مغطى كامل بالملح، فلما تجي انت مثلا منطقيا موتته كانت كامله مغطى بالملح، يعني جلده كان ابيض كله ملح كان، فانت تجي تفكري فيها، هل يعني وكان في فرق كمان سنين بينهم، هل هو اللي مات وقت البحر اللي صارت الحادثه فيها، موتة فرعون اللي هو رمسيس الثاني كانت طبيعية جدا، ففي فيها أيوة فيها يعني دخلة كل فيها كل دخلات في المتاحف، تلقى قصة حياة كل واحد، كيف مات وكيف عاش وكم سنة عاش، يعني هي موجودة اوريدي القصة. هي موجودة. وش الجوانب الإنسانية اللي أنت اكتشفتها يعني من خلال تحليلك للشخصيات؟ هي ما هي إنسانية، ولكن يعني نفس التحليل حق الشخص حق وجهه، أنت تقدر تعرفي حياته كيف عاش، يعني تخيلي كذا وأنا أحلله كذا كأني دخلت عالم كيف كان عايش وقتها، ايش صار، ايش ما صار، فكان موقف جميل جدا جدا، والله دمعت ترى بعد ما طلعت. هذا حبك للتاريخ يا عادل هو اللي خلاك يعني انا ترى اكره التاريخ، تتعمق في هذه الشخصيات، اكيد في شخصيات تستفزك تحب تحللها. تستفزني؟ في سمات معينه كذا تلفت نظرك تحب تحللها؟ اي واحد وجهه غريب صراحه، يعني لما واحد وجهه مثلا غريب، في وحمه كبيره، في وجه أول مرة أشوفه، جنسيات مختلفة جدا، أجلس معاه، أجلس أسأله أسئلة معينة تنطبق على هذا التحليل، وأحطهم في الكاتيجوري حقي، يعني أحطهم في قائمة السمات وتحليلها اللي موجود عندي. في كثير من الأشياء أنا ما تعلمتها من خلال دورات، ولا تعلمتها من خلال خبرة من خلال ناس، وساعدني كثير سناب شات، يعني مثلا أجي أقول اللي خشمه كذا يسوي كابتشر ويقول لي هل هي شخصيته بالطريقة هذه الفلانية ولا لا، فكان زي الأبحاث كنت أسويها عن طريق برضو سناب شات. أكيد كانت الناس كثير متجاوبة معك، لأنه الناس تحب كثير أنها تدخل في أسرار الذات وفي الشكل الخارجي، قديش يأثر على التصرفات وقديش يأثر على المستقبل. بالضبط. راح أتكلم أكيد معك بشكل مفصل وتفصيلي عن كتابك الختانة بعد الفاصل،
خليك معنا يا عدل. وأيضا أنتم مشاهدينا خليكم معنا بعد هذا الفاصل، نرجع لعادل بهميم وتحليل الشخصيات. رجعنا لكم مشاهدينا، رجعنا إلى الأستاذ عادل باهميم اللي حلل الشخصيات عن طريق تعابير الوجه ولغة الجسد. كنا قد وقفنا إحنا على فكرة أنا ما أحتاج تعابير ولغة جسد. يعني الناس اللي أنا يجون يرسلوا لي صورة فقط. صورة تقدر تحلل فيها شخصية؟ صورة صورة أرسلوا ريبورت 20 صفحة. طب إذا كان واحد مسوي عمليات تجميل يس وأكيد يعني تعابير الوجه كلها اختلفت وعلامات الوجه كلها صارت يعني شيء أولد فاشن مثل ما يقولون، شلون كذا تحللها وشلون تقدر تجيب الشيء الصح اللي أنت المفروض تجيبه؟ طيب مروة، كم من صحباتك عملوا تكميم أو قص معدة؟ في كثير. هل اختلفت شخصياتهم بعد العملية؟ تماما اختلفت. ليش تحسي؟ نقدر نقول 80% اختلفت شخصياتهم. ليش طيب؟ والله ما ادري، يعني لما كانوا شوية يعني دبديب كانوا دمهم خفيف يضحكون كثير ومريحين، لما ضعفوا صاروا عصبيين وكذا. طيب هي لها سببين. اول سبب اللي هو فيها شيء اسمه دبل تشيك هنا. هذه تخلي الشخص، مو تخلي الشخص يعني الناس اللي عندهم هذه الدبل تشيك اللي عنده يعني فكين او دبل تشين دبل شن عفوا، يكون عندهم تعامل اكثر مع الناس، يقدروا يتعامل اكثر مع انماط الناس اللي موجوده، مرح اكثر، الناس تحبه، تقدر تتعرف عليه بسهوله. فلما تختفي يختفي هذا الشيء تدريجيا، زائدا يصير في صدمه في الشخصيه عنده، لانه اختلف عليه وجهه، اختلفت عليه شخصيته، اختلف عليه كل شيء، فيجلس فتره 6-7 شهور 8 شهور الين يبدا يتعود ويعمل ريكفري لشخصيته ولعقله، لانه فجاه انخسف وزنه وتغيرت ملامح وجهه، بالتالي تتغير شخصيته. ايضا نجي لعمليات البوتوكس وتغيير الخشم والفك والاسنان. يعني كذا انت بتحللها على اي، على الجديد ولا القديم؟ التحليل الاثنين. في ناس اقول لهم اذا يعني انا واضح انه في عمليات تجميل، فاقول له ارسل لي صورة قديمة ومن متى سويت العملية وكم مرة سويتها، هل انت كررت العملية هذه مرة ثانية، صارت في مشكلة، صارت في شيء؟ لانه في ناس حتى مع العملية يبدا تظهر، ترجع المعالم من جديد، في حالات كثيرة صارت نفس الحكاية. فتتغير الشخصية على حسب تغيير المكان، مكان السمة. يعني كم نسبة الخطأ ممكن تكون عندك في حال أجري عمليات تجميل للشخص، يعني كان مختلف تماما عن الصورة؟ طبعا لما يصير في عمليات تجميل نسبة الخطأ يعني مؤثرة 15 أو غير مؤثرة؟ 15-20%. جميل، خلينا الحين نتكلم عن كتابك الختانة. ايش مضمون الكتاب ومحتواه وعن ايش تفاصيلا؟ يعني نبي التفصيل التفصيل عندنا. اول شيء هذه نسختك، تفضلي. شكرا. الف شكر. يعطيك العافية. الختانة هذه قصة صارت لي في مدريد عام 2013. كنت جالس مع ولد عمتي في الحديقة، واحنا جالسين كانت في عجوز تبيع اوراق شجر الناس. انا طبعا كل شغلي تسويق ومبيعات، فابغى اعرف ايش قاعد تقول للناس. ايوه، ايش قاعده تبيع لهم؟ كيف قاعده تبيع اوراق شجر للناس واحنا في حديقه يعني اي واحد يقدر ياخذها. فاستغربت مره، فسالت ولد عمتي قلت له ايش هذه؟ ايش قاعده تبيع؟ ايش تسوي؟ ايش تعمل؟ قال لي انتبه، تاشر عليها ولا تطالع فيها، هذه نصابه وتضحك على الناس، هذه يسمونها الختانه. قلت انا طبعا ما اقتنع بالخرافات والقصص قلت له طيب وليش يعني ما اتكلم معها؟ ليش ما اطالع فيها؟ ليش؟ قال لي هذه بس تجي تسرق فلوسك وراها ظهر، وراها ناس يعني، وراها عالم وكذا. واحنا قاعدين نتكلم طلعت في وجهي، فتبدا تتكلم بالاسباني وكذا، فقالت انه ابغى احلل كفك. يلا حلل كف وريني ايش. انا وقتها احلل، فابغى اشوف تحليلها احسن مني ولا كيف. فبدات تحلل، تقول لي انت حياتك سيئه جدا، مريت بظروف صعبة جدا خلال الفترة اللي فاتت، وراح يتغير كل شيء لما يصير عمرك 25 سنة ببساطة. تمام؟ طيب أنا قلت حلو، تحليل عام ما في مشكلة. قالت يلا أعطيني فلوس. قلت ما معايا والله فكة، معايا 50 يورو بس. قالت لي أعطي، مو مشكلة أعطيني وأعطيك فكة. والله أخذت 50 يورو وشردت. وأنا طبعا انقهرت مرة، حضارم لازم ننقهر. فطلعت
حقيقة يعني مو بس الحضارة يعني هي غبنة إنه يجي الواحد 50 يورو قهرتني يضحك عليك بهالطريقة هذه الساذجة يعني إيه؟ تحس نفسك يعني إنك أنت ليش مضحك علي. طبعا الحركة ذي اللي لما أخذت مني 50 يورو خلتني أجلس أفكر زيادة. فاليوم اللي بعده اليوم يعني أسبوع شهر صرت قاعد أفكر هي إيش دراها إنه عمري مو 25 سنة أصلا. هذا واحد. إيش دراها إنه أمر بظروف سيئة وأنا رايح أتفسح في إسبانيا. لبسي حلو شكلي حلو قاعد اطقطق عليها يعني مره مو وجهي يعني باين انه انا زعلان. ف من جد انا كنت مفلس تماما كان اخر مبلغ معايا. طيب هي كيف عرفت السؤال هنا كيف عرفت انك انت مفلس؟ بعد سنه تقريبا بدات اقرا في تحليل الكف وغيره فوجدت انه من جد تحليل الكف يبدا يبان عليه الخطوط اللي موجوده. لو تلاحظ يدك كل الخطوط اللي موجوده كلها لها معاني تمام. وفي تحاليل يعني ما تعتقد هذا نوع من انواع لا تدخليني دجل؟ لا تدخليني فيه. في ناس كثير انت كان عندك تطبيق اصلا ايه؟ كان المفروض انه ينزل وما نزل. نزل التطبيق موجود. دعموك لما نزل احنا يعني ما قد سمعنا عنه. يس هو نزل في البدايه ورشح من افضل المشاريع اللي مثلت المملكه في مؤتمر رياده الاعمال الخليجي عام 2015 وحللنا وزير الشباب هناك كان ممتع جدا اللقاء. بعدها وقفت التحليل بحيث اني انا اخليه اعلى دقه واستهدف شريحه اكبر من الناس ويكون في تفاصيل تهم الناس من جد ما يكون فقط تحليل يكون توجيه للناس. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق. طبعا احنا كنا ودنا نسالك اذا كان في بينك وبين اي جهات امنيه تعاون اي او لا قبل لا نختم معك اللقاء. ما اقدر اصرح فيها. ما تقدر تصرح فيها ما يعني ما في شيء حصري روتانا هالمره هذه مو مشكله. على راسي بعد الهواء بتحلل شخصيتي وتقول لي عن هذا اللقاء ورايك فيه. احنا كثير سعدنا بوجودك معانا لليوم. كل التوفيق لك عادل بهميم. الله يسعدك. تسلم. شكرا. مثل ما شفتوا مشاهدينا عادل البهميم كان معانا في تحليل الشخصيات وكلمنا عن كتابة الختانة وأكيد راح يكون لنا وقفات أخرى في حلقات قادمة. أما الآن راح ناخذكم لفاصل قصير ونرجع. في سيدتي بعد الفاصل. عشق العضو منذ الصغار ألهم شابا سعودي ليطلق مشروعه. مرت أجيال وأجيال وما زلنا نحمل عبر تلك السنوات عبق العود وعبق أبنائنا العود والبخور وهو ركيزة أساسية من ركائز البيوت السعودية. طبعا مشاهدين الآن ضيفي إبراهيم القرعاوي وهو رجل سعودي قرر إطلاق مشروعه للعشق اللي لازمه طوال سنوات حياته منذ الطفولة وهو عشق العود والمسك والبخور. يسعد مساك يا استاذ ابراهيم. يا اهلا وسهلا فيك. يعني كلنا ما زلنا يعني احنا الى الان ابنائنا وابائنا واجدادنا وكلنا عشق للعود والبخور والمسك. ايش هذا السر اللي نشا معانا منذ الصغر؟ من هم اصحاب العود والبخور والمسك؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الطيب من يوم كنا اطفال يعني ابائنا أمهاتنا وأجدادنا كذلك كبرنا على العطور الشرقية. نعم. فلما كبر الواحد ارتبطت معه الروائح الشرقية بذكريات قديمة. متى بدت معاك هذه الحالة حالة العشق للعود والبخور؟ يعني الواحد من يوم كان صغير كان يحب الروائح الحلوة وتجذب الروائح الحلوة. لما الواحد كبر بالعمر يعني وصل لعمر نقول 16-17 صار يهتم أنه يبغى يجيب أجود شيء وأفضل شيء. فلما يروح المحلات وكذا احيانا يكون السعر غالي فهنا يبدا الواحد يبحث بنفسه اكثر واكثر يتعمق اكثر لحد ما يوصل لافضل شيء باقل قيمه. فهذا اللي وصلنا للمرحله اللي احنا فيها الان. يعني احنا نسالك على السر انه احنا العرب نحب العود والبخور وفي الدول الغربيه يعني يمكن ما يعرفونه يمكن يستغربون لما يشمون شيء من المسك شيء من العود من البخور. لا عفوا اختي الكريمه في العطور الفرنسيه أغلب الآن أصبحت مخلوطة ولكن سابقا كانت ما كان في عود ما كان, كان يدخل فيها لكن ما كان يعلن ولا كانت مادة أساسية فيها. لماذا ما كان يعلن؟ ما كانت فيها عليها الرغبة ما كان فيه اهتمام لها. الآن صارت هي منتج بحد ذاتها. لما يقول لك والله العطر الفرنسي هذا مخلوط مع العود أو الخشب الصندل أو المسك
فالآن صارت يعني براند يسوق له العطور الشرقية. نرجع لك، متى بديت تعشق العطور وتشتغل فيها واتخذتها خلاص هذه مهنتك الأساسية؟ والله يا أستاذة مروة، أنا بديت تقريبا أتعمق فيها يعني من سن 16-17 سنة، ولكنه كانت هواية يعني، كنت أقعد أخلط بالبيت وأسويها زي ما أنت شايفتها هذه، هذه سلها سنتين تقريبا. هذه أنا أتجه البخور هذا أخلط معاه روايح وأخليه أنساه سنتين ثلاث سنوات وتطلع معي روايح. طبعا أنا عندي بالمعمل بالبيت في عندي تقريبا 40-50-60 عينة صغار، وأقعد أجرب، يجوني ضيوف. من وين تجيب العينات؟ أنا أجيبها من نفسي. أول تسافر خارج المملكة؟ لا لا لا، أنا لما كنت أنا أسوي لنفسي كنت أشتري من السوق من هنا. لما دخلت مجال التجارة ستستورد من برا عشان أقدر أجيب أفضل منتج بأقل سعر، عشان ما أرفع السعر على الزبون، لازم أفرق عن السوق أنا. نعم. للحين إحنا نلاحظ أنه العود والبخور أغلى لما نشتريها، أغلى من العطورات الفرنسية، رغم أنه العطورات الفرنسية تكون معتقة أكثر أقدم. ليش العود لليوم غالي؟ لا عفوا، العطور الفرنسية ما تكون معتقة أكثر ولا أقدم، العطور الفرنسية هي خلاصة زهور وأحيانا تدخل معها الكيماويات أو الكيميكلز، لكن العطور الشرقية لا، هي مستخلصات من أشجار طبيعية مستخلصة، وطريقة طبخها يعني نفهم من كلامك أنها أأمن للإنسان. نعم نعم. طبعا يؤسفني أقول أنه الآن في مغشوش كثير بالسوق كثير جدا، ويستغلوا أحيانا بعض الشركات تستغل أساميها الكبيرة بأنها تسوق المنتج الرديء بأعلى الأسعار، لأنه خلاص أوريدي كونت اسم بالسوق. نعم. إحنا كدار الخليل البخور والعود لسه داخلين جديد، ما عندنا إيجارات، ما عندنا آلاف العمالة، فبالتالي عادي لو نجيب بضاعة سعرها معقول ونبيع عليها بمربح بسيط، ما عندنا إحنا ذيك التكلفة. لكن يبغى لنا وقت إن شاء الله حد ما يعرفنا السوق بإذن الله. نعم. في طبعا أكيد لك انتقاءات خيارات معينة، في شيء يميزك أكيد في مهنتك في البخور والعود، وش أكثر شيء تركز عليه؟ والله أخت مروة، وأنا دخلت المجال هذا وأنت عارفة وتكلمنا قبل شوي أن المجال هذا كبير والمنافسة فيه جدا صعبة جدا جدا، خاصة في الخليج يعني. صحيح. أكثر الناس، لكني أنا تميزت تقريبا بأشياء أو لمسات بسيطة، لأنه عميل الدهن العود أو البخور عميل ذويق، ما دخل إلا يبغى شيء على ذوقه ويهتم بالتفاصيل، تفاصيل الريحة. فنشوف السوق إحنا كله يقدم لك نفس العلبة وانتهينا، خذوا وامشي توكل على الله. إحنا لا، إحنا أول شيء نحط لك البطاقة الداخلية، بطاقات تحمل عبارات جميلة، عبارات إيجابية، عبارات تحفيزية، والبطاقات هذه معدن، ما هي ورق تنشق يعني، معدن تحفظيها عندك 10 سنوات ما عندك مشكلة. ثاني شيء طريقة التقديم. أنا ما قاعد أسألك على طريقة التقديم، أنا قاعد أسألك على المكونات الأساسية اللي أنت تحرص على أنها تكون موجودة معك. عفوا؟ المكونات الأساسية اللي تحرص أنها تكون موجودة معك دائما في كل عود أنت تسويه أو في كل قصدك المادة الأساسية؟ إي نعم. هو ما في مادة أساسية، هو طبعا أنا عندي عدة خلطات، لكن كل خلطة لها مثلا يعني عندي مثلا ريعان، في عندي دهن عود اسمه ريعان، هذا الأساس فيه تراد، هذا نوع من أنواع دهن العود. عندي مثلا عابق هذا نوع آخر، لكن أخلط عليه خلطتين ثلاثة أربعة لحد ما تطلع معي الريحة المناسبة اللي أقدر أسوق لها. الطلبات تجيك أكثر شيء على إيش؟ الناس وش تحب أكثر شيء؟ البخور. ليش؟ أكون صريح معك، لأنه أرخص ولأنه يستخدم أكثر للعزائم واستخدام شخصي، لكن دهن العود تقريبا شخصي بس الواحد له، لحد إذا جاء ضيوفه البيت ما حيعطرهم كلهم دهن عود، حيعطرهم بخور أكيد. نعم. دائما البيوت العربية والسعودية تحديدا أو نقدر نقول الخليجية تحديدا يميزها البخور، كل ما دخلت بيت تعرف أن هذا البيت يعني مبخر بيته. صحيح. ولا لا، تعرف هذا البيت خليجي ولا لا. صحيح. من البخور أكيد يعني. أنتم ما شاء الله تبارك الله تميزتوا، وتمنى لكم كل التوفيق. نبي نقول لك أنك اليوم أنت نورتنا فعلا حقيقي، كنت منور سيدتي. إيش تقول للناس اللي يجون يأخذون منك البخور والعود؟ أقول لهم يا هلا وسهلا فيكم، وإذا ما تعرفوني إن شاء الله تعرفوني بعد ما تتعاملون معنا، والعملاء أنا السابقين أنا ممتن لكم جدا ولدعمكم،
نشوف دعمهم ما شاء الله عندي بالانستغرام بتويتر حتى بالاتصالات الشخصيه وبرا السعوديه. العملاء هم اللي دعموك ولا في احد من اللي حولك كان داعم لك؟ والله البدايات كانت اللي حولي طبعا. اول 3 شهور 4 شهور من مجالي هذا تفاجات صراحه بحب العملاء للمنتجات، يعني انا عندي عملاء مثلا من الاسره الحاكمه بالامارات، هذا العملاء اقوياء عندي، عندي اصدر لامريكا لنائب القنصل السعودي هناك في امريكا في هيوستن. نعم. نمسي عليه الاستاذ ربيع ربيعان، هذا كلهم ناس شموا الريحه عندي من اول مره، بعدين صاروا يطلبون عندي كميات كبيره. نعم. يلا يا دار خليل اعطونا اعطونا، فانا من هنا بديت ازيد منتجاتي اكثر. نعم. وان شاء الله نكون عند حسن الظن ان شاء الله. شكرا لك استاذ ابراهيم القرعاوي، نورتنا. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا. اما الان مشاهدينا، كاميرا سيدتي كان لها جوله في معرض صدفه اللي اقيم في العاصمه الرياض، راح نتابع هذه الجوله. في دعم متواصل لتلبية رغبات وتطلعات الجمهور والتوسع في سبل الترفيه، انطلقت فعالية الصدفة بطابع ترفيهي مختلف تخللها العديد من الأنشطة والألعاب والفنون التشكيلية بالإضافة للفنون الشعبية، ليعيش زوار الفعالية أجواء عائلية مليئة بالترفيه وليحظوا بأوقات ممتعة عبر زوايا صدفة. بدينا هنا في يوم الخميس والجمعة واليوم آخر يوم، بصراحة كانت تجربة جدا جميلة بحكم أن هذه أول مرة، تعرفوا كثير ناس على المعرض وتعرفوا على القطع المميزة اللي أنا عندي، يعني صار في الحمد لله يا رب أنه في شغل وفي ناس تعرفوا علي وفي ناس عرفوا محلي. إحنا عبارة عن ألعاب خارجية كبيرة يعني بحجم كبير، هي طلعت الفكرة بنت خالتي، زي شافت ان يعني في الرياض يفتقرون للالعاب الخارجية اللي هي اكس لارج كبيرة بحجم كبير، يعني زي اللي ياخذونها مناسبات في حفلات في الايفنتات، بحيث زي مثلا عندك لعبة اكس او بدال ما تلعب على ورق تكون كبيرة، يعني زي الحبة نفسها تكون كبيرة، يعني تغيرها الاكس الاو. الفكرة اساسا ان هي البلياردو هي المفروض انها بالرجل باليد عفوا، بس احنا جبنا فكره جديده انها بالرجل نفس الكوره بس انها بلياردو، وجبنا الفكره في دبي الجي بي ار، شفنا الفكره وعجبتنا قلنا ليش ما نسويها بالسعوديه بدلها اول مره. جايه اقدم لوحاتي، من لوحاتي رسم ديجيتال ارت، جايه اقدم وامثل الديجيتال ارتست هنا. بعد الفاصل، بعد أن أصبحنا أقل استخداما لها، ما هو تأثير الكلمات الإيجابية على نفسية الإنسان؟ ورجعنا لكم متابعينا ومستمرين أكيد في حواراتنا لهذا اليوم، والموضوع اللي رح نتكلم عنه موضوع إنساني بحت، يعني دائما نسمع من واحنا الصغار انه الكلمه الحلوه تفلق الحجر، الكلمه الحلوه تكسر العود اليابس، وامثال وامثال يبين قد ايش تاثير الكلمه الحلوه على شخصياتنا وعلى حياتنا وعلى الاشياء اللي بنعيشها يوميا. صحيح ايمان، حتى مو بس الامثال، حتى احنا في تعاملاتنا مع علاقاتنا مع الاشخاص اللي بيكونوا في حياتنا غالبا ما نميل اكثر للشخص اللي دائما يحفزنا، اللي دائما يقول لنا الكلمات الطيبه، واللي اثناء حديثه معانا دائما ما يستعمل هذه الكلمات الايجابيه والمحفزه، هو هذا اكثر الاشخاص اللي دائما نميل لهم. طبعا ايش هو السر في هذا الموضوع؟ هذا اللي راح نعرفه وراح نتكلم فيه في هذه الفقره اكيد، وراح تكلمنا عنه الاخصائيه النفسيه شروق جبلي. يا اهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي. يا اهلا وسهلا فيكم، تشرفت فيكم حبيباتي. شروق، في البدايه خليني اسالك كلمات بسيطه جدا لكن غالبا ما يعني تصنع فينا، خلينا نقول شعور بالراحه، شعور انه احنا هذا الشخص حابينه وحابين اسلوبه اللي بيتعامل معانا فيه، تتوقعين ايش هو السر في هذا الموضوع؟ الكلمه الحلوه لما تصدر من انسان توصل، هي احنا عباره عن مشاعر،
كل إنسان عبارة عن مشاعر إيموشن عاطفة، فلما أنا أطلع كلمة حلوة تمس مشاعرك إلا ما حتتأثري بيها. نفسها نفس الكلمة السلبية أو السيئة لو أنا طلعتها إلا ما حتأثر في مشاعر عندك. صحيح. فالكلمة الحلوة بصفة عامة كلمة تمس مشاعرك أنت، يعني هي أنت ما بتاخديها ككلمة كحروف. صح. هي مشاعر. بعض الناس حتى لو عارفين إنه هذه الكلمة مو طالعة من قلب من الشخص اللي أمامهم، لكن هم محتاجينها فحابين يصدقوا في لحظة احتياج. بالضبط. فالكلمة لامست مشاعر عندهم. لامست أحاسيس، حتى لو كانت الكلمة ما هي من قلب الشخص الثاني. صحيح. بس لامست مشاعر، لامست الاحتياج اللي عند الشخص ده. فتوصلوا. صحيح. إيش ما كانت توصل. طب هل هو هذا الشيء يعود إن إحنا كبشر ميالين للأشخاص اللي يثنوا علينا، أو لأنه نحتاج دعم في هذا الشيء مؤثر علينا، ولا هو الموضوع إنه حقيقي الكلمة الحلوة لها تأثير إحنا ما نعرف إيش هو أو داخل إحنا يعني ما عندنا معلومة عنه؟ هي الكلمة فعلًا، الكلمة في علم الفيزياء لها طاقة. كلنا كل بني آدم يصدر طاقة ويستقبل طاقة، فالكلمة لها طاقتها. ولا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الكلمة الطيبة صدقة، وصلها لمرحلة الصدقة من كثر ما هي ثمينة. صحيح. وما كانت طلعها صدقة، يعني أقل حاجة تبسمك في وجه أخيك الابتسامة والكلمة صدقة. صحيح. فهي عبارة عن طاقة عالية. صحيح. بتلامس طاقة احتياج عند الشخص الثاني، مو شرط احتياج، يعني ممكن أنا أكون قدامي إنسان واثق من نفسه، له وضعه المجتمعي، له كل شيء، بس الكلمة لما تطلع بتلامس حاجة عنده هي مشاعر. صحيح. فطاقتها لحالها مو معناته أني أنا أحتاج، معناته أنه أساساً يعني فعلا الأرواح طبيعة الإنسان البشري يحب الكلمة. ربي جبلنا على حاجة اللي هي المحبة، العطف، المودة. صحيح. سكن كل الكلمات لو تلاحظي في القرآن في الأفراد أو خلقناكم وشعوبا وقبائل لتآلفوا من الألفة، فهي الكلمة حتى ألفة. صحيح. يعني البني آدم لما يقابل أول إنسان مجرد ابتسامة وكلمة حلوة حي سبحان الله روحه تتعلف. صح. لكن تخيل تقابلي بني آدم مكشر أو كلمة صدرت منه بالغلط، حتى لو بالغلط إلا ما سبحان الله يصير في نفسك في خاطرك شيء منه. صحيح. بس هذا بالنسبة بس للكلمة ولا كمان للأفعال؟ يعني لو مثلا أحد اتبسم لي، لو أحد كان في وجهه فيه بشاشة، لو في لغة جسد، يعني تنطبق كمان على الأفعال ولا فقط الكلمات؟ الأفعال مكملة للكلمات. يعني ممكن بني آدم تشوفيه بشوش وكل شيء، لكن تيجي تفتحي معاه حوار يصد نفسك. صح. صح. هذا مرة صح. يعني ممكن تشوفي بني آدم والله مرة ايوه يا ليتك ما تكلمت. فهي الأفعال مكملة للكلمات والكلمات مكملة للأفعال. يعني لما يكون إنسان لطيف بشوش وهذا، هذه جزء برضو من فعل أو إحساس أو مشاعر، الكلمة مكملة لها، فهي بتوصلك رسالة. الكلمة حلو. رسالة بتوصل لك مشاعر البني آدم اللي قدامك. حلو. بس اليوم نبغى نعرف هل اللي هي الكلمة الطيبة مثلا في يوم من الأيام أنت ما كنت شخص مبتسم أو شخص بشوش، أو أحد يتابعنا حاليا قرر أنه بعد هذه الفقرة يعني عرف تأثير هذا الموضوع، بس كان يحتاج اللي هو البوش أنه يبدأ ويقرر أنه يكون إنسان إيجابي في هذه المواضيع، هل هي يقدر يكتسبها؟ هل هي صفة نقدر نكتسبها، الكلمة الحلوة، الطريقة الحلوة أو الإيجابية هذه اللي بنتكلم عليها؟ أو إذا ما كانت شيء متأصل فيني منذ خلقتي يعني حيكون الموضوع إحساس مزيف؟ لا، هي ربي جبلنا على الحاجة دي. طبيعة البني آدمين ترى كلهم بصفة عامة ربي جبلهم على الطيبة، على اللطف، على باختلاف البيئة اللي عاش فيها أو انحط فيها بيطلع مختلف. صح. لكن لو جيتي للنفس البشرية أساسا الفطرة فهي نفسها. الفطرة نفسها في عنده الإحساس ده أو عنده المشاعر ده. لاحظي لو بني آدم قد ما يكون شرس أو جفص أو تعامله سيء، لما نيجي يتعامل مع طفل حتلاقيه ينزل لمستواه لا شعوريا داير، والصوت يتغير والصوت والحركات لاحظ. فهي جبل الإنسان على ده الشيء، هذه موجودة عنده باختلاف البيئة اللي نحط فيها أثرت عليه طلعته شخصية تانية. فهي لا، أي إنسان من اللحظة هذه لو هو قرر بينه وبين نفسه واتخذ خطوة إنه هو يكون إنسان إيجابي، إنسان عنده الكلمة الطيبة، تعامله مع الناس ببشاشة بطيبة بلطف، يقدم إلا ما حترجع له. ترى المشكلة لما بيجي أشخاص كثير أستاذ الشروق ويجي يقولوا لك لا هذه من كثر ما هي طيبة أو كلمتها حلوة هذه إنسانة مزيفة، فما أنت عارفة يعني صرت طيبة أو كلمتك حلوة إيجابية بالزيادة ما عجبتيهم، صرتي إنسانة عادي
هذه شايفه نفسها ومتغطرسه في النهايه متغطرسه هذا الشيء لوحده هذا الطبيعي عند البشر انت مقتنعه فيه الناس يعني انت لو تبي تاخذي ايوه لو تبي تستمري على كلام البشر حتتعبي ما حترضي يعني اختلاف الاراء والاذواق شيء صعب صعب انك ترضي الكل ارضي نفسك فغايه الناس ارضاء الناس غايه لا تدرك فارضي نفسك خليكي انت عارفه انه انت بتقدمي حاجه عارفه انه انت بتؤجري عليها من رب العالمين مو من البشر صح يعني الكلمه الطيبه اللي انت بتطلعيها عارفه انه وراها صدقه فما عليك من رده فعل قالوا مزيفه قالوا فيك انتوا احرار انا قدمتها من قلب وصلتك فهذا صح. الحمد لله ما وصلتك اذا انت مشكله عندك بتريح الشخص اللي قدامك بالكلمه الطيبه انت بتريح نفسك انت صح. معناته هذا انت متصالحه مع نفسك وكيف استقبالك للموضوع دليل عليك انت كنفسيه على فكره يعني الشخص اللي بيقول الكلمه الطيبه او اسلوبه في التعامل راقي هذا انسان واثق من نفسه عنده حكمه صح. لانه الشخصيه اللي اقل مستوى صعب انه تيجي مثلا تجاملك او تقول لك كلمه حلوه ترى ليه لانه عندها هي نقص فتستصعب عليها انه تيجي تقول لك مثلا ما شاء الله اليوم مره جميله هي ليه لانه هي عندها نقص لكن الشخص اللي بيجي يقول لك الكلمات هذه اعرف انه هذا انسان راقي والله نفسه صح. صحيح مع ذاته هو راقي فعارف خلينا بالضبط لكن خلينا ناخذ امثله متى تكون الكلمه الحلوه او الايجابيه مؤثره اكثر اذا كانت من الاصدقاء من الاهل من 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 اي ناحيه ممكن تكون الكلمه اكثر تحفيز وتاثير على الشخص في كل محيط او في العمل مثلا في كل محيط في كلمه يعني انا بين الام وبنتها لازم يكون في كلمات تحفيز الام بتحفز بنتها وهذا الطبيعي في الام لكن احنا نجي لمنطقه ثانيه هذه غايبه عندنا البنت ما بتحفز امها نادرا ما تجي بنت تقول لها يا ماما الله يعطيك العافيه اليوم سويتي وعملتي وتعبتي نفسك عشاني وقدمتي لي وما ادري هذه كلمات تحفيز هذا المفروض يكون في كل بيت الاب لاطفاله والاطفال لابائهم المعلم للتلميذ اللي عنده هذا كثير مر جدا يعني كثير اطفال بينظلموا تعليميا بسبب كلمه من معلم انت غبي ما تفهم صحيح. او انت ما انت شاطر طول او انت عمره ما عنده ثقه في نفسه وطول زكاة. عمره حيفضل في الماده دي او في المستوى ده ما حيتقدم ليه فعلا. لانه خلاص انزرعت عنده الفكره لكن لو المعلم ده جاء قال له لا معليش هذه كبوه جواد على قلم وحتكون في الاختبار الثاني افضل وما حتلاقي نتيجته في الاختبار الثاني افضل صح. هذا دور معلم دور رب في رئيس عمل في شركته لو جاء للموظفين وحفزهم ولو بكلمه يعطيكم العافيه انجزتوا اليوم قدمتوا اللي عليكم وزياده تعرف هذه صفات القائد وليس المدير فعلا كيف تكون قائد لما تكون بهذه الشخصيه او تمتلك هذه الاشياء او هذه الصفات في العمل استاذه شروق اتوقع هذا من اكثر الاشياء اللي ممكن يخلي الموظف عنده امانه اكثر ويصير عنده جهد اكثر ليه لانه لامس مشاعره فصار عنده حافز دافع صار عنده انتماء للمكان بالضبط. بغض النظر لو انت جيتي قلتي له خلاص سويت العمل ده اوكي يلا اخذته ومشيت ما حيحس بتقدير هو بذل مجهود صح. سواء قليل او كبير او ايش ما كان بذل مجهود في الاخير صح. اعطى صح. من وقته اعطى من نفسه لازم يقدر عليه على قد طاقته يعني أيوة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها وتختلف هي قدرات فرديه تختلف يعني مو انا لازم اقارنه باللي معاه عشان ينجز لا معليه ممكن هذا مجهوده كده هذا مجهوده كده الكلمة الطيبة ما حت يعني يا أخي يعني ما حتقدم ولا تأخر لو ما فادت مرة تفيد الثانية يعني هو فعلا قد إيش تخيلوا يعني اليوم لو كل احد في الدنيا ماشي على ذي الاسس قديش حياتنا راح تكون مريحه وقديش حياتنا راح يكون فيها اختلاف ايجابيه 180 درجه بس اكيد من الناس اللي بيتابعونا حاليا بيفكروا بيقولوا انه كيف انا اعرف الانسان اللي قدامي اذا كان بيتكلم الكلمه الطيبه هذا شيء طبيعي او كان مجامله لي هل في دلالات على هذا الموضوع المجاملة أحيانا بتكون مجاملة لطيفة ما في منها مشكلة صح يعني أنا لما بجامل شخص قدامي بجامله إكراما لخاطره زي ما بنقول تكريما لخاطره فما في منها مشكلة المجاملة السيئة لما تكون أنا أجامل شخص هو على غلط هنا لا هنا أنا ما أجامله ليه لأني أنا بأضره بخليه يتمادى في الغلط اللي هو فيه لكن المجاملة الحلوة إيش ما كانت سواء فيك أو ما هي فيك تقبلوها تقبلها زي ما هي ليه لأنها طلعت بمشاعر سواء كانت في مكانها أو غير مكانها آدم يجاملك إكراما لخاطرك صحيح هذه مهمة إكراما لخاطرك حلوة أنت خذ اللي فيه يعني يعني ليش تبي تدقق في تفاصيل أنت في غنى عنها يعني فخذ المجاملة بلطافة وبأسلوب حلو وتقبلها يعني صحيح. بالعكس
الكلمة الإيجابية دائما بترفع ذبذبات الإنسان الآخر، فأنت استقبلها وخذها، رفع ذبذباتك أنت. إيش خسران في الأول؟ والله الفقرة كلها رفعت ذبذباتي والله. الحمد لله. الأخصائية النفسية شروق جبلي نورتينا اليوم في برنامج سيرتي واستمتعنا، ومرة كنا مبسوطين معك في هذه الفقرة. هذه مجاملة، هذه حقيقة. الله يسعدك يا رب، وصلت معنا نورتينا. الله يسلمك، وأنا تشرفت بكم كلكم. شكرا لك. طبعا متابعينا فقرات سيدتي باقي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل. كثرة المحاضرات التوعوية بحقوق المرأة ساهم في تشتت الأسر وتفككها، والمختصين في سيدتي للتوضيح. كثرة مكاتب المحاماة والمحاضرات التوعوية بحقوق المرأة ساهمت تلك المكاتب في تشتت الأسر وتفككها واللجوء للقضاء في مشاكل قد تحل بطرق سلمية أخرى، فما رأي القانونيين حيال هذا الأمر؟ طبعا للحديث عن هذا الموضوع أكيد نرحب بالمحامية القانونية الأستاذة أفنان الحنطي. يسعد مساك يا أستاذة أفنان. أهلين، مساك نور. المرأة الحين أصبحت واعية بالقانون تماما. الحمد لله. الحمد لله، يعني سواء كانت عن طريق المحاضرات القانونية اللي تحضر أو عن طريق الجلسات مع صديقاتها أو عن طريق الأبليكيشن صار موجود في الجوالات، فدائما المرأة أصبحت متأهبة وجاهزة لكل شيء. الإلمام بالقانون نعمة ولا نقمة؟ لا طبعا نعمة، طبعا نعمة. يعني أنا هذا رأيي لما كنت قبل ما أدرس القانون، لما كنت أنا ألجأ للمحامين، وبعد ما درست القانون وصرت أنا المحامية اللي يلجؤون للناس، ما زلت على نفس رأيي نعمة. ولكن معظم السيدات يعني كل ما صارت لها مشكلة في حياتها الزوجية أو في حياتها الأسرية أصبحت تلجأ للمحاكم، أصبحت يعني نوعا ما شرسة، فما تحسين أنه الإلمام بالقانون يعني في بعض الأحيان يسبب مشاكل أكبر، يعني المشاكل تتضخم أكثر بحيث أنه ما عاد تلجأ للحلول السلمية؟ شوفي خلينا نحكي أول عن أنه هذه مهنة يعني تسبب فيها الشيء دخول النساء، ولا هذه المشكلة موجودة حتى قبل في لما كانت المهنة للرجال. النساء لما يصيرون محاميات يعني في مجتمع محافظ يعتبر بالعكس هو أفضل من وجودهم في مجتمع غير محافظ، لأن طول ما المرأة طرف في القضايا المرفوعة فأكيد يعني أفضل أن يكون في محامية، لأنه يعني بالأخير سواء المرأة اضطرت أنها تقابل خصمها أو تقابل القاضي هو رجل، رح أيضا رح المحامية تقابل القاضي أو الخصم. يعني المرأة هي طرف رئيسي في هذا الموضوع، سواء كانت هي متضررة وراحت لمحامي رجال، نفس الانتقاد أو الإشكال على أن المرأة محامية وقابلت القاضي، نفس الشيء. يعني المرأة طرف يكون في عندها مشكلة بأنها تجلس مع القاضي تشرح له، يعني الحين في المملكة أصبح في نسبة محاميات يعني الحمد لله كويسة، ولكن هل قاعدين يوصلون للنتائج اللي يوصلها المحامين الرجال؟ الحمد لله، لأنه زي ما قلت لك بما أنه مجتمع محافظ فصار اللجوء للمحاميات هو أغلب من النساء. فيعني أوكي قبل ما يكون في محاميات نساء كانوا يقولون بأن نسبة القضايا كانت سابقا أقل، والآن ارتفعت بسبب المحاميات النساء اللي صاروا يسوون دورات عن حقوق المرأة وغيرها. قلة عدد القضايا الموجود في المحكمة لا يعني أنه لا يوجد أو قلة عدد المشاكل التي تستوجب حل قضائي في البيوت. نعم، يعني ممكن الوحدة بدل ما تلجأ للمحكمة تروح لمحاضرة توعوية، يعني ممكن تحل مشكلة المحاضرات التوعوية، لأنه في سيدات مو عارفين من الحقوق، بعضهم يعني عندهم جهل بالحقوق. صح، شوفي في مأخذين على المرأة اللي تحضر دورة لحقوق المرأة أو اللي تقيم هذه الدورة. المأخذ الأول اللي هو أنتم فتحتوا عقولهم على أشياء كانوا راضين وساكتين فيها، فساهم هالشيء في تشتت الأسرة وكانوا راضين وكانوا. أول شيء الحق حق، شرعها النظام، شرعها الدين وكفلها النظام، والحقوق تؤخذ لا تعطى. أرفعي صوتك شوية بس، لأنه يعني أنا قاعدة أسمعك بس أخاف المشاهدين قاعد يشوفون الحين ما يقدروا يسمعونك. صحيح، أوكي. فالدورة هذه ليست هدفها التوعية فقط بحقوق المرأة،
لا، هم كل اللي حاضرين عارفين حقوقهم، ولكن يبغون يعرفون كيف يوصلون لها. فهي مجرد توفير كلفة مادية على المتضررة بأن لا تلجأ لمكتب محاماة، تدفع من 10 إلى 50 ألف، فهي تحضر الدورة بقيمة 300 500 700 ريال، تعرف هي إجراءات التقاضي بنفسها. فهي رايحة للمحكمة، لكن بدل ما يعني الحل، المشكلة اللي عندها حلها الأخير هو القضاء، يستوجب حل قضائي، بدلا ما أنها تروح للمحامي تدفع له هذا المبلغ تترافع بنفسها. يعني أنا اللي أنا أسويها دائما يكون شعارها مهما كان موضوعها كوني محامية نفسك. نعم. يعني هي كذا ولا كذا، بدل ما تروح للمحامي تجيني، ما لها علاقة إنها هي لجأت للقضاء كحل أول قبل ما ولكن أكيد المرأة يعني ما عندها هذاك الإدراك. صح في دورات تدريبية وفي أبليكيشنز، ما عندها هذاك الإدراك والدراسة القانونية اللي أنت تمتلكينها، بالتالي راح تقدر تحل مشاكلها مثل ما أنت راح تقدرين تحليلها إياها. صح طبعا، نعطيها يعني احنا الإجراء الأسهل الأسرع الأضمن. إذا لها حق ولكن ما عندها إثبات، نوفر عليها كلفة إنها المحامي، وكلفة حتى الواحد لما يلجأ للمحامي للقضاء يخسر كل الطرق السلمية مع خصمه. فليش هي تلجأ للقضاء؟ لا هي أخذت حقها في القضاء ولا هي كسبت الطرق السلمية إذا ما عندها إثبات. فيعني هي مجرد توفير مادة على المتضررة، وأن المجتمع يكون واعي بشكل أنه يترافع عن نفسه، ولا تكتظ المحاكم بالمحامين لأن منظر غير حضاري في بعض الحقوق يحتاج الإنسان أنه يعرفها. مو بشيء جدا بسيط تفصيل في حياته يروح للمحامي ويدفع ويكون مضطر، مو يعني من ثقافة ووعي المجتمعات. أما بما يخص أنه المأخذ أو الانتقاد على تشتت الأسرة زي ما قلتي، إحنا موضوعنا أنه كثرة السيدات اللي يعرفون حقوقهم القانونية تسبب هذا الشيء بتشتت أسر كثير. لماذا؟ جانا كثير هذا الانتقاد وهذا الكلام. خليني أقول لك شيء، الإنسان العاقل والواعي أي مشكلة عنده لازم يكون فيها تدرج لحلها، يعني مستشار أسري، مستشار اجتماعي، مستشار نفسي، بعدين يلجأ للقضاء، بعدين يلجأ القضاء مو بس آخر حل، بعد في حلول. نعم. بعد القضاء. فالإنسان العاقل، حنا نتعامل مع ناس عاقلة عارف حقوقها أساسا، لو هي ما هي عاقلة وما هي عندها الإمكانية والقدرة أنها ترتب أولوياتها، تشوف هالمشكلتها استنفذت الحلول السابقة السلمية أكثر قبل اللجوء، أساسا قد يعتبر أصلا هذا الشخص ناقص أهلية أو مرفوع عنه القلم، يعني مو هو أصلا الفئة اللي إحنا نتعامل معها. فالمفروض الإنسان إنه يكون أولا مستشار أسري، اجتماعي، نفسي، بعدها الأسرة، يعني تكافل اجتماعي من واجبهم إنهم يوجهون، ينصحون، يحاولون، يساعدون. إذا استعصى حل المشكلة بهذه الطرق واستنفذت كل الحلول بدون أي نتيجة، يلجأ للقضاء والمحامين، حنا موجودين. فحنا درجة معينة من حلول المشكلة. أنا لاني مستشار أسري ولاني قاضي ولاني فوق القاضي، فهمتي؟ فأنا درجة معينة ما أقدر أقوم بدور غيري. يعني قد تعرضتي أنه يجيك مثلا زوج أو رب أسرة عائلة تشتتت بسبب إلمامها بالقوانين وبسبب معرفة حقوقها؟ قد واجهتي هذه الحالة؟ لأنه الحين جاية شكاوي كثير على هالموضوع. شوفي، أنا من واجبي أني أنا أعطي كل مرأة إيش حقها. في حق تتنازل عنه المرأة برغبتها يكون حقق لها فائدة ثانية، يعني هي المرأة تقدر تعرف تقيس في عقلها وإدراكها ووعيها هذه المشكلة وين الحل الأقل ضررا. يعني حتى لو لجأت للقضاء والقضاء شتت أسرتها أو سبب لها أضرار، في الدين يقول يدفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل. في ضررين متحققين، أنا عندي زوج لو لا سمح الله يتحرش بطفلتي، طيب الانفصال راح يخلي العلاقة ما هي جدا كويسة بين الأم وأبو البنت وأبوها، راح تزورها مرة في الأسبوع غير لما تكون عايشة معها، العلاقة راح تكون أبعد. أوكي، هذا ضرر متحقق، ولكن يدفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل. صح. اللي هو حماية لها. فهي المفروض أنها بينها وبين نفسها تفكر تشوف إيش الضرر الأكبر والضرر الأقل، وين أنا أقدر أكون راضية، وتستنفذ الحلول الأولى بعدها تلجأ لنا. إحنا ما نقدر نسوي دور غيرنا، وهذا لا يعني إنه أي واحدة تجيني تقول لي زوجي سوى شيء تافه أقول لها أنا روح ارفعي قضية، لا لا، أنا يعني واجب اجتماعي، لكن أنا كمهنة مو من حقي إني أنا أقول لها أحسن روح المستشار الأسري، أحسن سامحي عشان ما أدري إيش. أنا أعلمها وش حقها وش عليها. نعم.
لكن أنا فعلا زي ما قلتي يعني أنا لما يعني مسؤولية اجتماعية علي لما كثير يكلموني يقولوا لي إيش رأيك أنت مكاني شو تسوين، أنا ما أقدر أكون مكان أحد وما حد يكون مكاني. صح، علميني إيش تبين بالضبط أمسك يدك ووصلك للي تبينه، أما وش أسوي أنا ما أقدر أقولها شو تسوين، مسؤولية علي. ففعلا يعني بس أكيد أنت دائما تعطيهم الحلول السلمية. لا أنا قبل لا يوصلوا للمحاكم، قبل لا أنا أكثر من مرة أعلنت عن مستشارة أسرية ومستشارة اجتماعية، حطيت يعني أنا كنت أنتقي بصراحة منتقيتها من تجربة شخصية، ما هي بزي المليون رقم أو عيادة أو استشارية موجودة. فمجرد أني حطيت الرقم تفاجأت أنه كمية مهولة انتقلت من أنها كانت تسألني انتقلت للمستشارة هذه. ففعلا هذا كلام صحيح أنه في ناس تلجأ للقضاء قبل ما تلجأ للحلول السلمية، بدليل أنهم جوني على طول وهو كان في درجة المفروض أنها تكون. نعم، عشان كذا أنت كنت معنا اليوم أستاذة أفنان، لأنه فعلا أصبحوا السيدات يجون على طول المحاكم والقضاء لمجرد أنهم يعرفون صح فقط. بس هذه مسؤولية توعية المجتمع، هذه أكيد ما هي مسؤوليتك، ولكن أيضا هذه مسؤولية كيف يكون مجتمع واعي أكثر، كيف يوصل للحلول السلمية قبل لا يوصل. طب معلش أعطيك بس ملاحظة أخيرة صحيح. الهجوم هذا كله على بس دخول المرأة في القانون. خليني أقول لك مثال يعني نشوف الموضوع من زاوية ثانية. نعم، إحنا معنا دقيقة تقدرين تقولين المثال. في كثير حقوق، في عفوا أشياء تصير للمرأة هي أساسا مو من حقها، هي اكتسبتها من العرف الاجتماعي عن طريق هذه المحاضرات، عرفت أنها ليست من حقها، زي نفقة الأب على البنت الموظفة أو نفقة الابن على أبوه الغير مقتدر. نعم. أو حتى إذا الرجال بيطلق طلق زوجته الطلاق الرجعي، لما يقولها إيش رأيك ترجعين وتقوله لا، هذا شيء ما بينهم، هو يقدر أنه يرجعها من دون علمها ومن دون رغبتها. هذه المحاضرات وعت المرأة على أنه هذا مو من حقك أساسا، اكتسبتيه أنت بعرف اجتماعي ولا طاف ولين. فخلينا نشوف الجانب الثاني، إحنا مو بس خليناهم يعرفون حق ما كانوا يعرفونه، لا، علمناهم أنه في أشياء مو من حقك. نعم. بس أنت ماخذتها يعني كعرف اجتماعي ومو أكثر من كذا. شكرا لك يا أستاذة أفنان، يعطيك العافية، نورتينا لليوم. الله يحييك، هلا وسهلا. يعطيك ألف عافية. مشاهدينا كانت معنا القانونية أفنان الحنطي، أكيد يعني اللي قاعدين يشوفونا الحين استفادوا من هذه الفقرة وخاصة السيدات. شكرا لكم، فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا. لسيدتي بعد الفاصل. بعد أن روجته شركة تشيكية سواك العرب فرشاة الأسنان الجديدة في أوروبا. ورجعنا لكم مشاهدينا، ورح نتكلم عن ضجة صارت في الفترة الأخيرة، وهي ضجة أوروبية عادت السواك إلى واجهة الاهتمام بعد أن تبنت شركة تشيكية كما تم تداول وتقديم الفرشاة الجديدة عبارة عن عود سواك اللي يعتبر جزء من تاريخنا العربي والإسلامي من زمان. صحيح إيمان، طبعا وقالت الشركة اللي بتبيع العود الواحد بأربعة يورو أنه له فوائد مرة عديدة وكثيرة، وأنه هو بيستخدم كمعجون وكفرشاة في آن واحد، وأنه كمان بيحافظ على مينا الأسنان ويحمي من التسوس ويبيض الأسنان، وكثير من الفوائد طبعا اللي اليوم رح نعرفها طبعا مع طبيب الأسنان اللي منورنا اليوم محمود بخاري. يا أهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي. يا هلا بكم. يا هلا فيك دكتور محمود. بس طبعا اليوم حنتكلم بداية في مداخلة عندنا في الهاتف دكتور محمود، هو السواك إنه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو جانب مهم من حياتنا ومن زمان نعرف عنه، وكمسلمين حنتكلم أكثر عن هذا الموضوع ونتحدث فيه وعن هذه وعندنا مداخلة عن هذا الموضوع مع دكتور رضوان الرضوان الباحث الشرعي. يا هلا فيك دكتور رضوان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يا هلا فيك. بداية دكتور رضوان، حابين نتكلم أكثر أن الأوروبيون يكتشفوا السواك من بعد 1400 عام، وإحنا عندنا الموضوع هذا من 1400 عام، فكيف تعلق على هذا الموضوع؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن والاه. السواك هذه السنة التي جاء بها ديننا الحنيف، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء. وهذه الخصلة العظيمة هي من خصال الفطرة التي حث عليها ديننا المطهر، وبينها النبي الكريم حتى بفعله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت علميا حتى ذكر
كثير من أهل العلم في عدة بحوث أنه ويطرد النوم وله فوائد كثيرة. الحمد لله هذا كله موجود في ديننا الحمد لله وفضله ومنته. صحيح، لكن دكتور رضوان هل هناك طريقة معينة ينصح بها لاستخدام السواك، وهل له أنواع، وكيف ممكن أختار النوع الأكثر جودة؟ هناك مباحث في هذا الباب كثيرة عند الفقهاء قديما وحديثا. كان يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشوط فاه من اليمين إلى اليسار، يبدأ باليمين حتى لا يؤثر على لسته عليه الصلاة والسلام، وكان يبدأ بالسواك إذا دخل منزله عليه الصلاة والسلام، إذا قام من الليل يشوط فاه. هنا في نقطة لطيفة جميلة، مثلا قبل ما يدخل بيته يستاك عليه الصلاة والسلام. في هذا لما فعل ابن عباس كان يفعل ذلك، أو ابن عمر رضي الله عنهما، فلما سألوه عن ذلك قال أحب أن أكون كما يحبونهم أن أكون لهم، فأنا أحب أكون أشوف زوجتي وأهل بيتي رائحتهم طيبة، كذلك أنا لما أدخل عليهم أحب أن يرون مني ما أحب أن أرى منهم. فعلا صحيح. فعلا وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل شاطفه، إذا استيقظ من النوم كذلك، ويتأكد قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي، يعني لو كنت أريد أن أشق عليهم لجعلت ذلك أمرا واجبا. طبعا نعتذر عن هذا الخلل متابعينا، ونرجع نستكمل حديثنا في هذا الموضوع. وطبعا ارحب مره ثانيه بالدكتور محمود بخاري، يا اهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي. وخليني اسالك دكتور عن هذا الخبر اللي تكلمنا فيه. طبعا قد ايش هذا الخبر صحيح وممكن فعلا يكون فيه فوائد، وانه كمان انذكر في الخبر انه هذا حيكون موضه عند شباب اوروبا، يعني ايش رايك في هذا الموضوع؟ والله لو بنقول انه هو حيكون موضه عند شباب اوروبا فهو ثقافه عربيه موجودة عندنا هنا، وثقافة إسلامية زي ما تفضلتوا من 14 قرن، فهم ما جابوا شيء جديد، هم بيجابوا شيء موجود عندنا وثقافة عندنا موجودة، ولكن عرضت بطريقة مختلفة شوية، عرضت بطريقة إنها ممكن المتحضرين يستخدموها، وهي هذه المفروض عندنا بتستخدم عند عامة الناس. صحيح. لو بنتكلم بس دينيا عن هذا الموضوع أبعيد بس وأقول إنه هذه عبادة مهجورة، وعبادة الغريب إنه أي أحد بيحاول يسوي حاجة بسيطة ترضي ربنا، بندور نرضي ناس بسيطين، فما بالكم لما نقدر نرضي ربنا بشيء بسيط جدا. صحيح. بحاجة بسيطة جدا، مجرد أنك أنت بتمسك القطعة الخشبية هذه وبتسوق فيها أسنانك. صح. الشخص لما بيحاول هذا الشيء بسيط بيعطينا فوائد، يعني بيعطينا فوائد كبيرة. الشخص لما بيقابل أحد مهم. صح. أو لما يقابل أحد عظيم بالنسبة له بيدقق في الجزيئات الصغيرة اللي بتكون فيه. ليريت نضيف للشيء اللي احنا اللي بنجمله به نفسنا القطعة الخشبية البسيطة هذه اللي بتعطيك فيها زيوت عطرية بتعطي رائحة جميلة جدا. صح. للفم. طب نبي نعرف أكثر عن المسواك. المسواك المستخرج من شجرة الأرك. الأرك ويفيد الأسنان. طب إيش الأشياء اللي موجودة في هذا السواك، وأشياء إحنا كشخصيات، يعني إحنا ما إحنا دكاترة أسنان، فما إحنا عارفين ليش لدي الدرجة أصلا مهم.